توقفت كثيرا عند آخر تغريدة لسماحة السيد مقتدى الصدر، وقرأتها بطريقتي أنه مصر تمام الإصرار على أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة إصلاح، وحربا أنا أسميها هوجاء على الفاسدين، ودعا إلى تشكيل اللجان البرلمانية التي تأخذ على عاتقها هذه المهمة، وأن البرلمان يتولى الموضوع. هنا وبشكل مباشر وعلى الهواء مباشرة، رسالتي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر، أنت تدرك أكثر مني وقد عشت كما عشنا لوعات هذا المشهد. حين توكل هذه المهمة إلى البرلمان فأنت تعرف أن البرلمان عبارة عن كتل سياسية ممثلين فيها، وأن الفاسدين أغلبهم متنفذين في هذه الكتل، وقد يفسد الأمر، وأن هناك أيضا ذمم مع الأسف تشترى وتباع تؤثر في التصويت، وأخيرا يجمع الكل على أن التصويت سياسي وبالتالي يفقد من قيمته. لذلك أنا أقترح على سماحتكم أنه الآن لدينا لجنة لمكافحة الفساد التي أسسها السيد الكاظمي. هذه اللجنة أقضت مضاجع الفاسدين، وهم الذين أشكلوا واعترضوا عليها، والتي رأسها السيد أحمد أبو الرغيف. لماذا لا ندعم هذه اللجنة وتعطى لها صلاحيات، ونبني على عناصر القوة الحقيقية فيها، ونشذب الأخطاء من خلال مراجعة، وأن نشكل لجنة خاصة تابعة لها تراجع كل الملفات التي تقدم لها من القضاة المتقاعدين، ومن المحامين المشهود لهم، ومن المحاسبين، ومن المدققين، وحتى من الإعلاميين الشرفاء وأصحاب الشأن، وأن تبدأ من الكبار ومن المقربين حتى وإن كانوا بالتيار الصدري من السابقين الذين عملوا بالحكومات السابقة، لنسقط عن الذين يقولون أنها مناكفات وعداوات شخصية، ولنبدأ من القضايا الكبيرة، لنسأل عن موازنة عام 2014 140 مليار وين راحت، وين حساباتها الختامية، ولنحاسب رئيس مجلس النواب في تلك الفترة ليش سكتوا، النواب ليش سكتوا، ولنبدأ من مزاد العملة والولايات اللي أسسوا البنوك ومحافظ البنك المركزي هذه السنوات، ولنذهب إلى أمراء الحرب الذين اختنوا بدماء العراقيين، جريمة سبايكر وسقوط الموصل، الأحزاب والأموال الخارجية، العمالة، ذني كلهن قضايا مهمة حساسة، وإذا ما نجحنا أو نجحت ونحن معك داعمين فإنك قد تكون إن شاء الله قد أسست لمعالجات حقيقية وغير مسبوقة في مكافحة الفاسدين. ونحن ندرك وأنت تدرك أن هذه الحرب التي أسميتها هوجاء هي من أخطر الحروب التي سنمر بها، لأننا وأنت سنكون أمام مقاطعات ومافيات سياسية خطيرة لا تستسلم بسهولة، نعم، ولكن حينما تبدأ من الكبار أسجلها عني، أودعتك وحق لا إله إلا الله، إذا أخلصنا هذا العمل لوجه الله تعالى ولحق هذا الشعب المسكين والفقراء وإيثارا لدماء الشهداء،
الولد خلال اسبوع لازمين سنة بالمطار كلهم ولا واحد يظلميهم، وان شاء الله سيكون هذا، وسنفرح جميعا وسنرى هؤلاء القردة الخاسئين من الفاسدين في السجون، وتكون محاكمات علنية صريحة أمام الشعب العراقي، يكفلها القانون ويكفلها القضاء، وخل كل واحد يحط له 50 محامي زين، والما عده احنا نحط له محامين، لكن نتمنى أن يمد الله بعمرنا لنصل إلى هذا اليوم.